هنعمل مع بعض اول حاجه سلطه التونه. يعني الواحد كده ما اعرفش في المصايف بيحب كده يروح على الحتت اللي فيها اسماك طبعا، يعني اكيد حتى لو تونه حتى لو رنجه حاجات لذيذه كده ندخلها في السلطه بتبقى حلوه جدا. هنعمل مع بعض النهارده سلطه التونه. هنعملها بايه؟ علشان نعملها عايزين بطاطس مسلوقه ومقطعه مكعبات، عايزين طبعا تونه، وعايزين بقدونس، بصل، ويا ريت لو يكون احمر، عندنا ليمون، عندنا توم، وعندنا طحينه. تمام، يلا بينا نعمل الوصفه بتاعتنا. خلينا نخلطها هنا الاول، واكيد عايزين ملح وفلفل، وهنعوز شويه ميه. بس خلينا نخلط الاول. ممكن ناخد على فكره لو احنا عاملين احنا التونه اللي عندنا بالميه، فانا تصدقوا هاخد الميه اللي في التونه اخفف بيها الطحينه عشان تدي نكهه اعلى. طيب هناخد دلوقتي البطاطس اللي عندنا وهنحطها هنا، بطاطس مسلوقه ومقطعه مكعبات. عندنا هنا التونه زي ما اتفقنا، هناخد التونه ونسيب الميه. نحط التونه، هستغل انا الميه دي هيبقى فيها نكهه اقوى، هخفف بيها الطحينه. طبعا لو هي بالزيت يبقى هنحط شويه ميه. يلا ادي ميه التونه اللي عندنا، هنحط معاها شويه ثوم، هنحط معاها ليمون، وهنحط معاها شويه ملح وفلفل والطحينه. يلا ادي شويه فلفل، وادي شويه ملح، هنقلبهم ونبتدي نحط الطحينه اللي عندنا برضو لغايه ما يبقى عندنا قوام. يعني يبقى عندنا قوام كده قابل ان هو يبقى دريسنج، فانا شايفه كده كفايه، كده كفايه. نحطه بقى كده هنا، ونحط البصل الاحمر، ونحط شويه بقدونس. وكده جهزت عندنا السلطه بتاعتنا. بتقدروا على فكره تحطوا بدل الطحينه مايونيز، تقدروا تحطوا بدل الطحينه مايونيز وماسترد، يعني زي ما انتوا عايزين. انا حبيت الطحينه كده شرقي شويه فبتدي طعم لذيذ، بس في الاخر زي ما تحبوا.